امام موسى ماريجا. هذه اللقطه فونس موري عليه خطر الابعاد بهذه اللقطه، شوفها اللي كانت امام ماريجا. حكم المباراه بعد ذلك سيرجي كاراسيف اللي شاهد اللقطه وقرر بعد ذلك ان يستدعي موري ويخرج له بطاقه. سننتظر بطاقه لموري حمراء في هذه الاثناء، بطاقه حمراء لفونس موري، يزيد المشاكل اكبر على المدرج النصراوي.